المركة كواد آدية دار مع سنتين بعد أول بحين تقرنكا شغل أول أكسنة دو مضو هايسين يا قرنكا با مركة لباد صوماليا إن ما أنت وحيوت هاي مال تاريخية وأنا نو ما عم بريين إن أومد الصوماليات بيركز توي جوغان وشان تاريخيقا هي كنت نيسد حسنا كدب نقراص تهوه وين دوني وقعدت ودمانتي سوكري وحقيجين كوشاس ددال بير كقدال ويودن بيسي سوماليا كوني سغال بغل تدواتني كودي تدواتني لغدي مركين مانتي دي بوصو نغطوخ وحيكري قانتا يردي دين عالم كو سوماليا وآمني كل آمني ماشاق وآمده هو وين لغو قاتو دولة حقوغن يقعدنا دا الدونكا حسلوني ديسا النبات ديسا حل انت خلافات كدوني دي فجرة هدي عيد عرق باتين لصاريو هدي دولة لفرقرين ايو او عيد ملو دراي نبات الالدين ايشي كو اعمد اصلو قادن ايي انو سوماري اي جو بوحي لمعنى تهي سوماري اي اي عالم كو اعمني دبنا مقام كي يمرعي سوماري اي لهي ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان وأدونك بقول سجاشن يسدح دوردود بقول سجاشن يسدح دوردود أيكو جرتوا ابنكين إن وحوي حياة اللباد وكلها معك رمضان بدوري وأحمد كعقبير لي وما تي كرسيها أكهلني كان سدح حاله وقولها نقالها يبرشدة رمضان بدوري كان سدح حاله قولها وسايدة رمضان بدوري الإرادة أفراد كان شراد وفحكمدة و محكمة عالمية عدالة هي اللي حاد وضم بيح وحين تقول يا غربة مدوبي حوايا وقدوه كامية كلها غربة مدوبي أمنية وحاصل لك يسيها مقالة نيويورك وحاونا مسؤول كي هاي شقوين دورة وهذا شقوين كانت المامي إلى أنت النبضة الدونك هي أمنية يدول راعي عبك التضباط أحدها لو أساسي غربة مدوبي وحو كلاو كسفر تربحية أقبليد دا حبناها عصب إقرامة بدوبي قصو بيراية دولة دا عقمانية دولة دا لوسو قدبنا يقولها قود إقرامة بدوبي شقوي كيسا وحاكم دا أنسعين تاوحكستو إسبدلة والله وصمينا يا أحدي إقرامة بدوبي وحاكم دا شقوي كيسا قولها أمنية ودولة دا صوماليا أي شقوي كي وحكا غوان دونتو وحو أود شرعية كلية هاي دولة دا حبناها حكا إقرامة بدوبي سيدادرات دي قرار رديسة يقعنا دقو قارو وحي قصب كويهين ان دولدها حبناها كأخصيدة وخب قدب كأفراد احديقة وحانا كمدة اوودها اولي هاي حاول قلدة نبد الى عالينات نقن قلين تعونا قبتين تعالمي اي اوقلاشها طلابة ملتري مركز انتي ان قلحاس أمنيقا إقرامة مدوبي وهيات ذكري إقرامة مدوبي أود سوصارستا قرار أما قوان فرنتيسو أي قصب قطة هاي دولة حبناك إقرامة مدوبي كباتا وزير دولة جد انت لغا يكمرتاي إني كبير تو قلحاس نردتي دولة صوماليا وحي كم كمرتاي تدال حوقن سنوات كلا صودا فايد لحدي سنة ولا صودا في أيال وجري ده هو مسح لنا إن بقول سجاشن إيو سدح دولة دولة بدورها ستين مسح لنا إن بقول تضواتني يا سجال قط وكم إذا عرض كاس جود وما أنت بقول سديتني أفس شنبة في جوكتي إن هذا هالشيء بقول تضواتني يا سجال قط نور قضاء وفود كلا دوام با أدون كودا لو كلا بحيي ملحوينا هي برايم منتر هي وزيرة دا ايو مش نسكينا نيوك جوغا مكوة ايو جوغا ايو سفارة دا عن دولة كلها نهودا طيب وين بك عيارين
waxaan xirxirinay dowladaha baryaynay waxa weeye dowladaha ayaa weydiisanayna codadkooda warqado boqolaal ayaa la diray oo dowladahan ku African Union ayaan kasoo helnay oo ugu muhiimsanaa midowga Africa in uu noo daayo sanadkan oo Soomaaliya lala tartamin oo Soomaaliya noqotay murashaxa ud ka taagnaa oo ka socday AU-da matalaya. Marka runtii dadaalkaas xoogan oo aan kala gool ahayn oo min madaxweyne ilaa iyo safaaradaheenna gaar ahaan New York iyo Addis Ababa wakiiladeena joogtada ah ergooyinka New York iyo Addis Ababa iyo wasiiradii arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda in generalba dhammaan waxa weeye shaqo la yaqaano ayay soo qabteen. Shaqadaas marka waxaa u dambeysay xalay oo aan sameynay casho sharaf, aan u sameynay dowladaha 193 ee qaramada midoobay xubnaha ka ah, oo aan ka codsanaynay in aan saacaddii u dambeysay xitaa aan ka codsanaynay inay berito oo maanti ah ay u codeeyaan dowladda Soomaaliya iyo dowlado kale oo afar ah oo aan runtii kambeynka iskula jirnay oo maanta iyaguna cod aqlabiyada lagu doortay. Runtii marka dadaalkaas xoogan wuxuu ka dhigan yahay in dowladda Soomaaliya ay runtii u istaagtay in ay magaca Soomaaliya meel weyn gaarsiiso in 15 dowladood ee dunida lasoo fiirinayo go'aamada ugu waaweyn ee haddii la xidhid gaaraysay ay Soomaaliya miiska ka fadhido oo ay go'aamadaas wax ka gaarayso. Maantayba aynu u bilaabatay maaragtay in taageero dowlado taageero raadinaya ay noo yimaadeen annagoo weliba la fariisan oo kursigii si fiican loola wareegin. Waayo January Janaayo 2025 ayuu effective noqonayaa oo sabab wata wasiir Soomaalida maxay ka faa'iidayaan kursigan faa'iido inta leeg ayaa iska soo gelisa Soomaaliyeed meeshii baaka adduunka laga gaaray fariisanayaan waxa weeye dowladihii adduunka oo dhan ba ayaa xiriir la soo sameynaya Soomaaliya meeshii ayada qaraaraadkeeda maaragtay qaraaraadka dalka Soomaaliya oo runtii muddo dheer qaramada midoobay iyo lala macaamilaya si kale loola macaamilaya ama go'aamada loo gaarayay miiskii go'aanka lagu gaarayay fariisanaysaa. Dowlado badan bayna Soomaaliya u fadhidaa, keligeed uma fadhido, waxay u fadhidaa dowladahan xubnaha ka nahay AU-da ugu horeyso ururka jaamacadda carabta oo iyaguna endorsementna siiyey, ururka islaamka oo iyaguna endorsementna siiyey oo 24 dowladood ay ku jirto. Dhammaan dowladahaas oo dhan iyo allaahya siga kuwa dhexdhexaadka dowladaha dhexdhexaadka nan allaahya si movementiga dowladahaas dhammaantood waxa weeye oo xubnaha ka nahay ayagoo codkana siiyey ayaan meeshaas u fadhinaa. Guud ahaanna Soomaaliya waxay uga shaqayn doontaa xasilooni iyo nabadgelyo iyo khilaafaadka jira ee si nabdoon lagu dhameeyo, in sharciga loo hogaansamo qaramada midoobay oo caalamka oo dhami uu degsaday iskuna waafaqay. Dhammaan arrimahaasi Soomaaliya u taagnaanaysaa, Soomaaliyana faa'iido ugu weyn waa kursiga ugu weyn oo Soomaaliya gaari kartay taariikhdeeda ayna horey u gaartay 1972 ugu dambeysay dib dambeysa ugu soo noqon dowlado badan baa hadda markii 8-aad markii 10-aad markii 20-aad qaarkood ay kusoo noqdeen, laakiin annaga markii 2-aad bay noo tahay. Waana taariikh noo bilaabatay oo Soomaaliyana dee ay haweysanayso in meel kastoo qeyrkeedu haweysto inay qaban karto. Khibrad bay noo noqonaysaa, waayo aragnimo ay noo noqonaysaa. Tiimka New York noo joogi doona oo tiim culus noqon doona laguna soo biirin doono ayaa runtii waxay kororsan doonaan wax weyn sida organisationada waaweyn loo maamulo. Soomaaliya mararka kamid a oo 72-dii shirki koowaad oo golaha ammaanku Afrika ku yeesho iyadoo shirgudoona Soomaaliya ayaa la geeyey halkaas Soomaaliyana codsatay, waana shirkaas waxaa looga hadlayay sidii gumaystaha Afrika loogu xorayn lahaa oo dadka Afrikaanka ahay uga dhexdhexraayeen gumaystaha. Shirgudoonka waa noqon doonaa waa rootiin waaye bilba dowladda ah. Waxaan rajaynaynaa marka aan shirgudoonka qabanno iyo marka aanan shirgudoonka haynay xubinta caadiga anahayba intaba inaan wax badan oo dalkeenna iyo dalalka aan matalayno ku matalayno codkaas kursigaas aan maaragtay usoo xaqiijin doonaa rajaynayna hadii la yiraahdo. Waata wasiir yaa ku matalaya Soomaaliya kursigan? Ma safiirka hore u joogay? Ma safiir cusubaa loo magacaabaya?
عند سفيرك هذا جوا سفيرك جوا أو دي يوم كوميشن كان وكيل كنوع أي حكومة تريد ولا صوارية أدنى سفير كنتي شرف عن صوت أنا جوا واضح قول أنت لقى يوم قد كنت هدول دان وقبيه مدح من حساس شيخ شقلا يوجوشا إيك جارتي إن يقولها أمان كرسي فلسطين كنتي جوشا نقول كهري بجاي إن جوش هو إنه حوايا إن دلك إن لجحري خوارجتي إن دلك على ركتي وين إيه الشغلة ترى بدن دلك لجحب تريد إن قلب تريد إن قلب كسيد أيا صلب وين وحي إيه صواري لا من الصواري إذا كذي أيا بحي هذا مدشك كاف ربان صغير ما أنت وحي جوان علبور دريت كيسة وحي كل ربان صغير كسماية وحي جوان خوارج دي كل عددنا يعني ملكة في فوق سماية وحي كل ربان صغير بينه ويريا وحي ما أنت وحي سنة يعني خوارج دي دول كفوق بينه وحي كنا غاقين حمر شبابنا غاسي ونا غاقين وعودي بولا لقاري بولا هستيرد بضن إيو دستور كا بولا لقاري صوماريا إيه الدولة النمدي سيلوني ده كان حجرتا دولة دي ودولة دولة إيه دولة شغير دولة رنتي بولا هزي وحي كينين إيه صوماريا عنا قواتين تلاقي قادو إيه صوماريا إيه مارك تاي دين تلاقي عفيو إيه صوماليا إيه كبير تسوق إيست أفريكان كوميونيتي ومدن دير إيه دربي زي وشروطي اللي أبا هنا يرون إيه سوق إيسي مانتنا وقوشي وويني رنتي لسوح حقيقي مركع وقولي استبجوغا ودولة دا وقامية دكتور حسن الشيخ محمود ودفعينا جمهورية الفدرالية الصومالية اي كارتي في شكل سيارة دي سنة رنتي ايو برنامج كالحكومة دا وسلجة قاضي وولا شبيي انا لوقا يقولا هنوضا وحنا رجين انا قولا كلي لو دا سنة صوص عطا ناين لسي كارو وانا رقناي لو دا سنة لصوص عطا في قولا هلقا دي مركا الوحوين بيوان بيغنت هاي وحينا موجودة إن قولة أن ولي دولتي كهرية إيسان قارين إلى إيقارتي دولتا دكتور حسن الشيخ محمود وقامية وطا وزير هذا كرسي وقول اسمي وقلاها ماكي خمد بدأ حبينا كنان حي تحت اللابة دحكت اللابة دحكت واسود يارين إناش اللي هم دولة صوص عطا الكرسي أوفيشيلي وحان وفر إيسان إنا كودة جنايو لواتريشن اللي هم بلود وحاوي سيبرشو ناس دي حوجين إيه عن دتك خبرتي ويا رجلا له أو كده ملوس وكرديو إيه عن روح كبر عنا دوري هراء وهاي قاست أبوسيان جال جيجي سويت إيه عن دم بات سكوت كارين نو هذه نوبل عربك ما شاء الله يهو كاميو كلها ما كان أفرس إن عن ديار كرو واسلي خلاص بلود أنا هاي سنو نتيم كي يو دتك شباب نهرج دتك هاي حد يرتان بسم الله الرحمن الرحيم رنتي مانتا لحظة بشا جون لو كلاتي عفر ومالين آد مهم هو دلك الصومالية يدو الصومالية كبيرتي قلها أمانكا شنية طبانكا حبنات قوامدا مهمكا قاتا كرسي كميدة كرسي وريقة لبدا سنة دولده عن جوكتة هين ايكا غيب قلان وكم سيال بغلطراتي لبدا ايه ودن بيسي سومالي ايكا غيب قشو رنتو مالين تاريخي او كسون تن ديبو سو نغشدا سو كبشدا ايو سيدا اي اوشا قيسي دبلوماسية دا دولد سومالي او ايو قامنس وزارة دارمها ديبدا ايو مدحضة قرن كوردن رنتي وحا مهد وين عنا جمهورية دا سوماليا مدانا دكتور حسن الشيخ محمود ايو رئيس وزارها سوماليا حمسة عبد برر وايو هقان وحا حكومة دا ايو وزارة دالكا ايو دولماسين دالكا ايو هاو القلي او لها مروو البنى تلوين كودا لغم مرمان كاسين اي كنا سوء ادلادي قول مانتا ان لمانتا ودريم انو كنت بحاجة لددير هذا قولها مانكا ادكستاك ووريكتو وكمي القار كرسيو لكن سوماليا معنوين وفاليا مركا عاد فاليسو ميزكا
go'aamada lagu qaadanayo way ka duwan tahay marka aad dibadda xafiiskaas aad taagan tahay marka aad iyo aad ayay muhiim u tahay waa guul siyaasadeed kala soo hoyatay waxayna ku biireysaa guulihii hore ee xukuumadda dan qaran ay u soo hoysay ay ka mid ahayd dhammaystirka deyn caafimta ee qaadidda hubka cunuqatayntu hubka oo 30 sano ka badan Soomaaliya saarnayd ee ku biiriddii East Africa Community ama bulshada Bariga Afrika iyo ka hortagidii wararka lagu soo qaaday madax banaanida dalka dowladaha deriska qaar ka mid ah ay wixii loogu yeeray isfahamkii waqooyiga Soomaaliya lala galay oo laga hortagay runtii guul weyn laga soo diblomaasiyadda Soomaaliya ay ku tallaabsatay tanuna waxay noqonaysaa mid kale oo kor u qaadaysa tilmaanna ka bixinaysa xirfadda diblomaasiyadeed ee dadka hoggaaminaya dalka iyo madaxda hoggaaminaysa dalka taasoo guusheeda la arko diblomaasiyadu waxay ka mid tahay ciidanka qaranka qayb ka mid ah oo kale weeye ragna waa ragga hubka wata ragna waa ragga qalinka wata ku dagaalama diblomaasiyadda adduunka waa dagaalka ugu weyn marar badan lagu kala adkaado Soomaaliya waxay u muuqataa inay meel fiican marayso hal mar ayay Soomaaliya waxay u wada sharaxnayd inay madax ka noqoto African Union midowga Africa inay qayb ka noqoto ama xubin ka noqoto golaha ammaanka iyo inay xubin ka noqoto bulshada Bariga Afrika laba ka mid ah bulshada Bariga Afrika iyo golaha ammaanka waan xaqiijinay kii kalena insha Allah waa xaqiiqoobaya waxaan leenahay Soomaaliya guul waxaan u hambalyeynaynaa diblomaasiyadda Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda waxaan leenahay madaxda qaranka oo dhan ayaan u hambalyeynaynaa waxaan leenahay guul waarta.